برعاية الأستاذ الدكتور عادل فوزي شهاب رئيس جامعة تكريت، قامت كلية الزراعة الندوة العلمية الأولى التي تناولت موضوع تصنيع المواد الغذائية أو تعديل خصائصها من خلال صناعة تحليل الغذاء إلى عناصره الأساسية والتلاعب فيها لتغيير خصائصها أو حفظها. اليوم الحقيقة تعيش الجامعة نشاطات متميزة، نشاطات علمية على أرض الواقع. ففي الساعة قبل ساعة حضرنا ندوة ما تسمى بالسمارت هاوس في كلية النفط والمعادن، وكانت متميزة أيضا من حيث الإلقاء ومن حيث ما تضمنت هذه الندوة من طموحات إن شاء الله تفيد الجامعة. وقد عرض عليهم موضوع ما يسمى بالسمارت ديبارتمنت حتى يكون أول قسم علمي في الجامعة وفي جامعات القطر، أنه يكون هناك في جامعة تكريت القسم الذكي. كلية الهندسة النفط إن شاء الله تبنت هذا المشروع، واليوم أيضا نعيش هذا النشاط الثاني المتميز وهو البحث المتقدم في دكتور كركس مع طلابه في الدراسات العليا، ليكون نشاط علمي متميز على الواقع الحالي وهو خلق جزيئات النانو بتقنيات النانو تكنولوجي لتكون كمضادات حيوية لمعالجة بعض الأمراض الموجودة في الأحياء. هذه التطبيقات يعتبر جزء من علم حديث، هو بداية هذا العلم في عام 91 من القرن الماضي من قبل الباحثين الأمريكان، في أنه اعتماد جزيئات نانوية متناهية في الصغر لا تتعدى أحجامها 1 إلى 100 مايكرون، فبالتالي صغر هذه الجزيئات وتفعيلها في رصها باتجاه محدد لإنجاز غرض معين. احنا في اختصاصاتنا في اتجاه الميكروبات المرضية وفي اتجاه حفظ الأغذية، استخدمناها في تغليف الأغذية بأغلفة تكون قابلة للأكل لا تؤثر على الصحة، لا تكون هناك حاجة إلى إزالة الغلاف من هذا الغذاء، فبالتالي تطيل فترة الحفظ وتستخدم أو تكون قابلة للأكل وآمنة. في مجال الميكروبات لها خاصية في أنها لها أهداف محددة في قتل الميكروبات دون الخلايا الحقيقية. موضوع المحاضرة اليوم حقيقة هو موضوع مهم جدا في الجانب الأكاديمي، كونه له تماس مباشر بالحياة العلمية التي واكبت هذه الكلية بشكل مستمر، خاصة وأنها تعالج موضوع مهم جدا اللي هو موضوع النانو تكنولوجي وإسهاماته في حفظ الأغذية، وهذا موضوع حديث حقيقة للغاية كونه يمس شريحة مهمة ويتعامل مع الغذاء على اعتبار أنه الغذاء الآن هو محور اهتمام الباحثين في مختلف التخصصات، لأنه يدخل في تركيب الجسم وفسلجة الجسم، فلا بد أن يكون هذا الغذاء يكون بجاهزية عالية بكفاءة عالية خالي من الميكروبات. تطبيقات تقنية النانو في الأغذية التي ألقاها على مسامعنا الدكتور الأستاذ المساعد، عفوا البروفيسور الأستاذ الدكتور كركز محمد ثلج. هذه الندوة كانت من ضمن سلسلة الندوات التي يقيمها قسمنا، إن شاء الله كانت ندوة متميزة لأنها ناقشت بعض الجوانب التي تهم الأطعمة التي يتناولها الإنسان من ناحية تثبيط الأحياء المجهرية.